حاجه متابعه المقرر الغربيه والتمانينيه طيله مده التكوين تاعهم. معناها هي تساعد على الانضباط والاحترام المتبادل بين الاساتذه بين العمال المعهد، هي صديق يساعد على الانضباط وتوفير الجو الملائم للمتربصين المتمهلين لمواصله تكوينهم من بدايه التكوين. ومن بين هذا الانضباط اللي نتكلم عليه هو الغيابات، نركز بكم كلش على الغيابات. الغيابات المتربصين المتمهلين الحضور في الوقت حسب المواقف المحدده من طرف القانون المعهد. وكما نعرفوا كاين قانون داخلي في عده سنوات، انا ركز في هذه النقطه، ركز بزاف على الغيابات. كما قلت الحضور في الوقت قبل بدايه الدروس، كذلك الغيابات ما تتعداش من غياب حتى ثلاث غيابات، لان في هذه الحاله غادي يضطر الاداره تمنح ابيتيسمون الى هذا الوقت. اذا كان عندنا غياب من واحد حتى 10 متتالية عند الفصل نورمالمون توبيخ، ولا ديباسا هذا الغياب تاعو عند الفصل النهائي. إذا كانت غيابات 10 غيابات متتالية فصل نهائي، ولا كانت عندها 5 غيابات 15 غياب فراكسيوني سيتادير متقطعة عندها فصل نهائي. وحنا نعرفوا اللي كاين حالات تاع مرض بالضرورة هذا المتربص يعمل الحراسة 48 ساعة قبل مدة عمره تاعها، باش ما نكون على الاعتبار من الانسان وما نكونش عامل الغلط. وكاين حالة أخرى كيكون عندها غياب ثلاثين يوم، ثلاثين يوم تكون فراكسيوني متقطعة والمدة الثانية عندها فصل نهائي بعد اجتماع مجلس التحكيم. ومن رئيس البريسيون تاع الكونسيي هو اللي قرر ان شاء الله تكون سنه ناجحه، ونتمنى ان شاء الله ما نكونش بلادنا.